تخيلوا أحبتي المشاهدين، أنا الآن أشرب من نفس مياه المغارة التي تخرج من هنا، من مغارة الزير سالم في وادي السباع هنا، الذي ينزل إلى وادي الحصى والجندة الذي يوجد فيه قبر كليب. الغريب في الأمر أن هذا المكان الجميل الذي يمتاز بالغيول، وهذه المغارة التي سكن فيها الزير سالم أيام خروجه مع همام كما يقول الكرويون هنا في الزمن القديم، كانت تستخدم للمقيل أثناء الظهيرة. وأنا أتخيل الآن زير سالم وهو يطرح الغزال الذي اصطاده من الصباح في هذا المكان بعد شويه في أسفل الوادي، هو وهمام في هذا المكان. هذه المغارة كانت تستخدم كمقيل، وتوجد بحيرة هنا أسفل المغارة توجد فيها مياه باردة أيضا، أنا الآن أشرب منها. كانت تستخدم أيضا كمكان للاستجمام لسالم وأصحابه كهمام وكثير من الأصدقاء لزي سالم. الغريب كما أسرفت في الأمر أن هذا المكان كاملا مع البغارة مع الغيول مع هذا يوجد وسط صحراء تبعد أكثر من 5 كيلو في أسفل المكان، تجد 5 كيلو الآن تجد صحراء، لكن هذا المكان واحة في وسط الصحراء هنا في اليمن في منطقة المعاكفة عزلة بني حسن عبس. إذن هذه المغارة التي توجد داخل الجبل، وهذه البحيرة التي كان يتحمم فيها الزير سالم وأصدقائه كما يقول القرويون. تخيلوا هذه الحجار لم تكن موجودة قبل أكثر من 5 سنوات، حتى قالوا أنه جاء سيل عارم فغطى جزء كبير من هذه البحيرة. ونتمنى من السلطات والمسؤولين عن هذه الأماكن التاريخية أن يقوم بعملية جرف هذا الأتربة والحجار. إذا نحن الآن من وسط داخل غارة الزير سالم بوادي السباع. هذا المكان لا يستطيع أحد بالليل أن يأتي إليه، طبعا لسبب واحد وهو وجود الوحوش هنا أحبتي المشاهدين. طبعا صورته لكم أنا المهندس محمد حجر صاحب قناة الزراعة والتراث. أتمنى تقدير هذا المجهود ودعمنا بالاشتراك والاهتمام بهذه القناة، ولا نتحمل أي مسؤولية في من ناحية هذا الكلام تتحمله الناس الذي يعتقدون هذا المكان منذ آلاف السنين في وسط الصحراء في اليمن، في وسط الصحراء هنا في اليمن. وندعو البحث للباحثين والمؤرخين، لأننا مجرد إعلاميين نقول الحقيقة ليس إلا. وتشغل هذه الأنهار الصغيرة المنحدرة من أعالي الجبال مساحة المكان كاملا، حيث أنها تعتبر مصدرا لكثير من الحيوانات الأليفة أو الحيوانات البرية التي تعود بالليل للشرب من مياه الوادي. وها هم يتراقصون كما كان يفعل جدهم الزير سالم قبل مئات من السنين. وتشكل هذه البرك مرتعا لرعاة الإبل الذين اعتادوا على الرجوع إلى هذا المكان منذ آلاف السنين. تمتد هذه الجداول من أعالي الجبل إلى أسفله في وادي السباع. هذا الماء هنا أكثر شيء تجده. الآن نحن أعزائي المتابعين يفصلنا عن وادي السباع هذا الجبل فقط. تخيلوا الزير سالم كان يأتي هو ورفقة الخمر مع همام إلى هذه البلاد التي الآن أتجول أنا فيها برفقة الدليل. هذا الشيء يعود للمؤرخين حول إمكانية صحة هذا الكلام، ولكن بحكم الانطباع النفسي أنا أجد أن هذا المكان هو فعلا كان ملائم لأن يكون هذا السباع، ولكن لا نستطيع أن نجزم تاريخيا أنه هذا المكان، ولكن تدعي القبيلة أنه هذا المكان. وادي السباع يفصلنا عن هذا الجبل فقط. يلا وين؟ بعد تصويرنا لقبر كليب وأخيه الزير السالم في وادي الحصى والجندل أسفل هذا المكان،
قمنا بتصوير قصر كليب وزير قبل فترة من الآن، ونقوم اليوم بتصوير هذا المكان الذي يسموه الأهالي هنا بوادي السباع. هذه المنطقة التي كان يأتي إليها زيد سالم برفقة همام وكثير من أصدقائه لصيد أو الاستجمام في هذا المكان وهذا الوادي الذي يغير على امتداد طول السنة، يسمى بوادي السباع. هنا يقول المحليون هنا أن المكان هذا في الليل لا يستطيع أحد أن يأتي هنا لوجود الوحوش التي ما زالت تعيش إلى يومنا هذا، ولذلك سمي هذا المكان بوادي السباع. هذا الكلام يرجع للمؤرخون، نحن هنا مجرد إعلاميين ننقل ونوثق هذا الشيء في منطقة المعاكفة القريبة من منطقة بني حسن التي صورنا فيها قبر كليب وأخيه زير سالم بوادي الحصى والجندل. إذن هذه المياه التي تسيل على طول امتداد السنة، والبحيرات الممتدة التي تلاحظونها الآن خلفي أنا صورتها لكم من هنا استكمالا لقصة زير سالم. إذن أحبتي المشاهدين، نحن الآن على قمة الجبل الذي يطل على الغيل وادي السباع. تلاحظون هذه السوق خلفي الشاسعة أدنى الجبل، مناظر خلابة من الخضرة والجمال التي تطل على قبيلة بني حسن التي تدعي امتلاكها لقبر كليب ووادي السباع. إذن أعزائي المتابعين، كنا اليوم في تصوير داخل منطقة وادي السباع. هذا المكان يقول المحليون هنا أنه طبعا هذا الماء كله يأتي من 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 من, من غيول تنحدر من أعلى الجبل. كل هذه الجبال التي تلاحظونها خلفي وقطعنا الصحراء، هذا المكان لا يصل له أي لا موتورات ولا سيارات ولا شيء، مكان بعيد جدا قطعناه مشي. ولشدة الحرارة في الجو يعني اضطرينا وقت الظهيرة الآن أن ننزل نغتسل في الوادي، نغتسل في الوادي. هذه المياه كلها التي الآن تلاحظونها أنتم هي مياه أصلاً، الأساس هي مياه غيول من العيون، تأتي من عيون أعلى الجبل وتتعبى في حجر وبرك غميرة جداً، ونحن الآن نتسبح فيها كما تلاحظون ونستمتع بهذا الجو الجميل الذي كان يستمتع به الزير سالم وهمام وأصحابهم أيام ما ينزلوا إلى هذا المكان الجميل للاغتسال بعد صباح من الصيد للغزلان، فيستجممون بالماء في وادي السباع هنا في اليمن في 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 في, في قبيلة عبس أو ما تسمى بمديرية عبس، أكبر مديريات حجة التي تجمع ما بين جبال تهامة وصحراء تهامة أيضا التي تلاحظونها الآن. صورته لكم أنا المهندس محمد حجر بقيادة الدليل السياحي الدكتور مزيد المعكفي، يعتبر من أبناء هذه المنطقة. هو لا يسكن فيها الآن، هو إنسان دكتور يعيش في المدينة ولكن يملك طفولة وتاريخ كبير جدا. ابعد يا هلكان. ضربت الكلب الفيلم. أين أنتم؟ أين أنتم؟ لا تسبحون معي. همام، أين أنت يا همام؟ اترك الصيد، اترك الصيد يا همام، تعال إلى هنا. مياه صافية نقية عذبة، يعني لا تخلو من كل شيء هنا. فقط أنا فقط عكرت جو المكان. كان أعزائي المتابعين كنتم في صحبتنا في هذه الرحلة الممتعة من وادي السباع هنا في تهامة في مديرية عبس اليمن، هذه المنطقة التي تشتهر بالسباع. قال أنه أثناء فترات الليل لا يستطيع أحد المضي داخل هذا الوادي الذي يمتد بغيوله وعيونه الكثيرة. رافقنا الكثير من البدو من أبناء وادي السباع هنا في المعاكفة كما تلاحظون أعزائي المشاهدين، هذه الشلالات التي تسير على امتداد طول العام.